يا عذراء، حضنك دافي حنون، كلنا بحاجة للمسة حب من قلبك الطيب. منصلي على نية كل مريض حزين، كل إنسان فقد حبيب وقلبه موجوع عليه، لكل شخص نايم ودموعه عخده وما حدا حاسس فيه، لكل شخص عم يمرق بظروف صعبة كتير وشايل همومه لوحده، ولكل شخص مكسور خاطره وقلبه مجروح. يا أمنا ولادك بين إيديك المباركة، خففي أوجاعهم، داوي جروحاتهم، فرحي قلوبهم، وبعدي عنهم الأمراض والحروب، وخلي السلام ينتشر بالعالم كله. آمين.